اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. النهارده جايبه لكم بقى لعبه، طبعا وريت لكم في فيديو قبل كده الكروكودايل اللي هو التمساح بتاع دكتور السنان الفظيع ده، ومعانا بقى تحدي. طبعا انتوا عارفين البونبوني ده زي التوفي كده، طبعا طعمه يعني مرعب جدا جدا جدا، في حاجات مزه وفي حاجات طعمها حلو وفي حاجات طعمها وحش قوي. طبعا ده تحدي فظيع بقى، هنفتح الكروكودايل ده ونلعب بيه. الاول هنتفرج عليه نشوف ده بيتلعب بيه ازاي، بعد كده بقى اللي هيخسر هياخد ايه من البونبوني اللي طعمه وحش قوي ده. طيب اول لعبه دي، اللعبه دي صالحه للاطفال فوق السن 4 سنين، والمفروض احنا اول ما نحط صباعنا كده وندوس على السنه الروبوت بقى يقفل على طول، التمساح ده يقفل، وعلى حسب بقى احنا نلعب احنا 3 مع بعض، وكل واحد فينا بيدوس مره على السنه بتاعته. اول لما السنه يتداس عليهم جاي ايه، التمساح ده يقفل على طول وقعدت على صباعنا، واللي يحط بقى على صباعه واللي يقفل عليه ساعتها هو ده اللي ياخد من البونبوني. بصوا دلوقتي بنجرب لكم، عاملين ان احنا ندوس على كل السنين. بصوا ما قفلش لسه بقه. احنا طبعا كانوا كافي ونينا، احنا تلاتة بنلعب مع بعض، وهنشوف بقى مين فينا اللي ايه اللي التمساح هيقفل على حظه. اول ما التمساح هيقفل على حظه هيضطر ان هو ياخد من البونبوني اللي فظيع اللي طعمه وحش قوي ده. طيب دلوقتي عاملين ندوس اهو، محدش لسه ايه التمساح قفل عليه، فاضل يا بصوا التمساح قفل يا مامي، اتخضيت جدا، ده فعلا بيضحك قوي. بعد كده جاي ياكل بقى من البونبوني الفظيع ده. اوكي انا كده بس فهمتكم اللعبه بتلعب ازاي وهنعمل ايه النهارده في التحدي بتاعنا الرهيب ده. بصوا البونبونيه طلعت، المفروض بقى ان ايه اللي خسر ده هو اللي ياكل البونبونيه اللي طعمها وحش قوي دي. ياي 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 دي طعمها وحش قوي. بصوا هنا بقى في انواع كتير قوي من البونبوني الفظيع ده، طعمها مقزز قوي. دي فعلا لعبه، ده تحدي صعب جدا ان احنا ناكل من البونبوني الفظيع ده. هنضطر ان احنا ايه يعني نلعب تاني ونشوف بقى مين فينا اللي عليه الدور ان هو ياخد من البونبوني اللي طعمه وحش قوي ده. نفتح تاني بقى التمساح، مستعدين؟ يلا 1 2 3 يلا نبتدي نلعب. يلا اول دور، يلا نينا عليها الدور. اوكي بعد كده كافي، بعد كده كان، يلا مستعدين؟ ادي 1 2 3 4 5. قفل على صباعي، قفل على حظي، هضطر ان انا اخد بونبونايه. هفتح بقى اللعبه الرهيبه دي. بصوا لازم اقوم جايه مشديها كده لفوق، يا لهوي طلعت لي 3. انا هشوف كده نوعهم ايه. بصوا مكتوب بقى كل واحد بيعمل حاجه، في بقى حاجات مرعبه جدا، فانا هاخد البيضه دي، انا حاسه ان دي اقل حاجه، ودوق بقى طعمها. دي تقريبا بطعم البيض الني بتاع التمساح، بتاع قصدي الديناصور. وارجع بقى الباقي جوه. يا 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 دي مزه جدا ومر قوي، طعمها وحش قوي، انا متضايقه منها جدا. يلا بنلعب لتالت مره ونكمل بقيه التحدي ونشوف. مستعدين؟ ادي 1 2. صباعي انا علي الدور. لا لا مش عايزه اقرب من البونبوني اللي طعمه غريب قوي ده، كفايه انا لسه واكله واحده كان طعمها صعب قوي. يا ترى بقى يطلع لي لون ايه؟ يطلع لي لون ايه؟ لون ابيض، ده شكله تقريبا بطعم البيض الني. لا لا مش هقدر ان انا اكلها، لازم ان انتي تاكليها عشان تكملي معانا التحدي. هضطر ان انا اكلها عشان انا عايزه اكمل بقيه التحدي واكسب، انا لازم ان انا اكسب في اللعبه الفظيعه دي. يا عيتي طعمها فعلا وحش قوي ومقززة، مش قادرة طعمها وحش قوي. يلا بقى نلعب تاني ونشوف مين عليه الدور. مستعدين؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة 7 8 9 10 11 12 13. عد صباعي، عد صباعي، حرام عليك يا تمساح يا متهور، كل شويه تعد صباعي، انت ايه ده؟ نشوف بقى هيطلع لي بونبوني ايه ده، بونبوني اسود وابيض. هضطر اخد الابيض بقى عشان اخف شويه. دي تقريبا بتعمل وايت شوكليت فطعمها حلو جدا. الله طعمها حلو قوي، انا معجبه بيها جدا. الحمد لله الحمد لله ان حظي طلع حلو، بس البونبوني ده طعمه فعلا بشع، ده مقزز جدا 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 ومقرف زي ما انتم شايفين في الصوره.
مش اي حد يقدر ان هو يستحمله عشان هو فعلا مز وتحدي صعب جدا. هنضطر ان احنا وانا شايفيني وانا عامله التاتو ده كان في فيديو تاني فيه الحنه كنت عامله لكم بقى بشرح لكم ازاي الحنه بتتعمل والترسم. ممكن تشوفوا الفيديو ده على قناه العاب الاطفال وهيعلمكم ازاي تعملوا الحنه. تعالوا بقى نكمل بقيه اللعبه ونشوف ايه اخر بقى مره معانا. هنشوف ايه مين اللي هيكسب ومين بقى اللي هيضطر انه ياكل من بني طعمه وحش قوي ده. يلا يا نينا يلا يا كان يلا يا كاثي بسرعه عايزين نلحق نخلص الفيديو. قربنا نخلص خلاص ما تقلقوش. اوبا 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 مستعدين. فاضل اخر سنة قفل قفل على صباعي. ترى انا اخد بوبوني ده عم وحش اوي ده مش قادر مش قادر. لا 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 ترى بلون ايه ابيض برضو. الحمد لله ده تقريبا بطعم ايه مش عارف طعم بعمل بيض الني. لا انا مش انا كده مش هضطر ان انا اكل بوبوني تاني لمدة طول عمري بعد كده لان فعلا البوبوني ده طعم وحش اوي 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 ومقزز جدا جدا جدا. لا دي كانت لعبة صعبة اوي. والتمساح الفظيع الشقي المتوحش ده عجبني جدا وانبسطت النهارده قوي معاكم يا اصحابي في الفيديو. ليه بقى رايكم في الكومنت في الكومنتات عجبتكم اللعبه ولا لا؟ او حد جرب البوبوني اللي هو طعمه غريب قوي ده ولا لا؟ اسمه بين بزولر. اتمنى يا اصحابي يكون الفيديو عجبكم ولعبه التمساح المجنون ده عجبتكم النهارده وانبسطتوا معايا في الفيديو بتاعي النهارده. وتابعونا بقى قدر العاب الاطفال هنجيب لكم لعب تانية كتير قوي قوي متهوره كده. ما تنسوش يا اصحابي كمان تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني يا اصحابي. باي باي.